وقع رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد العزيز سيف بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لمقر النيابة العامة. حضر المؤتمر وزير الاتصالات الدكتور ياسر القاضي والفريق عبد العزيز سيف وعدد من قيادات الهيئة والوزارة. للمزيد مشاهدينا معنا موفدة اون لايف من هناك دينا حويدق. دينا اهلا بك، ماذا لديك من تفاصيل بشان بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم ما بين وزارة الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع؟ تحياتي شاذلي وتحياتي شيماء، بالفعل نتحدث إليكم الآن من مقر الهيئة العربية للتصنيع اللي في طريق القاهرة السويس الصحراوي، حيث انتهى منذ قليل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، طبعا بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة، وبحضور يعني كبير من قيادات الهيئة وأيضا للوزارة. هذا البروتوكول بيأتي بشأن تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لتطوير مقرات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، وأيضا تنفيذا للخطة القومية تحديث وسائل الأداء القضائي على مستوى الجمهورية أيضا في النيابات، ويتصل بها من خدمات التي تقدمها النيابة العامة، وذلك تيسيرا لطرق وسبل الإجراءات التقاضي والتي تكفل حصول أصحاب الشأن حقهم يعني بدون أي معاناة في إطار الدستور المصري. وقد سبق وقع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع النائب العام المستشار نبيل صادق في نوفمبر الماضي لتحديث منظومة العمل داخل النيابة العامة على مستوى الجمهورية، وأيضا تفعيل استخدام أدوات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان من ضمن هذه المحاور إدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة عن طريق شركات متخصصة، وتنفيذ مشروع نشر تطبيقات نيابات الأسرة في محافظات الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والفيوم وبني سويف وايضا دمياط. واليوم يعني الهيئه ستعمل على تنفيذ هذه المحاور مع وزاره الاتصالات. نعم، دينا حويدق مراسله اونلايف، شكرا جزيلا لك.